جم لعبوا امام النادي الاهلي في لقاء احتفاليه القرن بيصل الى مقر اقامه النادي الاهلي في الامارات. سالجادو عنده يعني بعض الامور الاستثماريه هو وفنيه تبع كره القدم في الامارات، وكان حريص ان هو يزور مقر النادي الاهلي، وده واحد من النجوم الجمال شفناه واستمتعنا بيه مع ريال مدريد. ومع ادي امام الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي للجنه الكره لقطاع الكره بالنادي الاهلي، وكابتن سمير عدلي. سلجادو كان من اللعيبه الجمال كابتن رضا، كنا طبعا بنستمتع بيه مع زيدان وفيجو وروبرتو كارلوس وراؤول جونزاليس، وكان ساعتها ايكر كاسياس وفرناندو بيكهام هيرو. جيل بيكهام ما كانش العظماء. لسه راح، يعني بيكهام بعديه ب3 سنين، بس يعني سلجادو من النجوم الجمال، يعني اللي واحد طبعا نجم كبير في المنتخب الاسباني. نجم كبير ومهم ومهم جدا هو التواجد مع النادي الاهلي ونتمنى ان يبقى في حاجه بقى، يعني حاجه مشتركه كده بيننا، يعني في حاجه تبقى اكيد هيبقى في مردود للقاء ده اكيد، يعني ان شاء الله انت لصالح في نادي فترة الاهلي. الاهلي وريال مدريد كنت موجود في الاهلي، كنت موجود في كنت الاهلي. موجود في الاهلي، يعني برضو لازم طبعا اللقاء دوت مش هسيبه. سلجادو جالنا اهو، لا ما فيعني لازم اسالك يعني انطباعك ايه وانت بتلعب نجوم العالم وناس كانت لسه واخده دوري ابطال اوروبا وجايه تلعبك. لا انت بتتكلم ان انت لعيب بتشوف في اوروبا طول الوقت واللعيبه الاحترافيه، وانت نفسك تحترف ونفسك تبقى قريب تبقى موجود في الدوري، بس فما بالك انت بتلعبهم في ملعب مع بعض، بتلعبوا في ملعب واحد وبتكسب فدي حاجات كلها مردودها حاجه محترمه جدا وحاجه كبيره جدا وفي تاريخك وتدي مثل ان الاجيال الصغيرين ده كان ايه وكان بيلعب ايه وكان طريقه لعبه ازاي وازاي بيوصل لهنا وازاي بياخد الاسم ده وازاي الناس بتتكلم عليه كده لحد دلوقتي وهو مبطل. كل دي حاجات بتقدر تبني عليها جيل طالع واكيد هو نفسه بمميزات فاكر، هو نفسه فاكر ان انا جيت هنا مصر ولعبت في طبعا. استاد القاهره كمان طبعا كابتن اينو، ولعبت قدام النادي الاهلي وكان في جمهور وكان في احتفاليه، يعني اكيد ما نسيش ان هو جه مصر. وعلى فكره سلجادو بيجي كتير، ولكن اكيد جه مع ريال مدريد، يعني هو شاف كمان الجمهور عامل ازاي، والنادي الاهلي هو اكيد عارفه.